السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. هالفيديو بدي أتكلم عن الـ OSPF Version 3. إحنا كان في عنا بالنسبة للـ IP Version 4 كانت Version 2، IP Version 4 OSPF Version 2، IP Version 6 OSPF Version 3. طبعا كل اللي بنتكلم عنه بهذول الـ يعني بهدول السلايدات عبارة عن رؤوس أقلام، لازم تأخذ عنهم فكرة بس علشان تعرف يعني إذا صار عندك مشاكل بالـ OSPF Version 3. ما تحفظهمش، موجودات على الراوتر بأقل يعني بأمر واحد ممكن تطلعهم كلياتهم، فعشان هيك ما يعني ما تتلخبط وما تفكر إنه يعني الموضوع كثير صعب. أول شيء بدنا نحكي عن differences between OSPF version 2 و OSPF version 3. إنه أول شيء الـ OSPF version 3 في الconfiguration تبعتها عن طريق الانترفيس. كمان في شغلة مهمة وكثير لازم تعرفها علشان تعرف كيف تعمل multiple instances، اللي هي إنه OSPF أول شيء في له أكثر على نفس الانترفيس، ممكن تعمل أكثر من أدرس، فعشان هيك أكيد بتقدر تعمل أدفرتايزمنت لأكثر من نتورك على نفس الانترفيس. OSPF version 3 الراوتر اي دي must be set، ولازم تكون لازم تكون الراوتر اي دي يعني محددة بالاي بي version 4، فعشان هيك لازم تحط تفوت على الراوتر OSPF IP version 6 راوتر OSPF process ID، وبعدين تحكي له الراوتر ID هو كذا كذا كذا. floating scope في عندك link local داخل نفس ال physical connection، في عندنا area scope يعني هذا بختص بكل الراوترز الموجودات ب area معينة، area 0 area 1، وفي عندك autonomous system اللي هو بيختص بكل الراوترز الموجودين داخل autonomous system معين. فلو كان عندي OSPF autonomous system 1 وفي يعني كلهم بغض النظر كانوا area 1 area 2 مشبوكات على نفس الconnection او مش مشبوكات على نفس الconnection، مدامهم كلياتهم مع بعض autonomous system واحد فهم بنفس السكوب. multiple instances per link على نفس الانترفيس، احنا نعرف انه IP version 6 عادي ما بواجه مشكلة، بتقدر تحط اكثر من IP address، وعلى اساس هذا على هذا الاساس يعني تقدر تعمل كل مجموعة من الراوترز جروب مع بعض، مجموعة بتبادلوا الراوتس مع بعض. بس هذا بدي احكي لك اياه، لكن اذا حبيت ادخل على جوجل او على ياهو او على كذا، يعني ادخل على السيرش انجن تبعك المفضل وابحث عن multiple instances per link OSPF version 3. source packet دائما لما يتبادلوا الراوتس او لما يحكوا مع بعض الراوترز بال OSPF بتبادلوا عن طريق اللينك لوكال مش عن طريق الجلوبال. الاوثنتيكيشن ما في اوثنتيكيشن فعليا للـ OSPF version 3، انما الاوثنتيكيشن بتتم عن طريق الـ IP version 6 included او ضمنيه داخل الـ IP version 6. IP version 6 بروتوكول بيحتوي اوثنتيكيشن خاصه فيه وانكريبشن ويعني سايفر خاصه فيه. نتوركس بالـ IP version 6 او بالـ OSPF version 3 بتتكلم مش عن network ونت ماسك، بنتكلم عن prefix وprefix length. OSPF version 3 الفيتشرز تبعاته تقريبا نفس الفيتشرز او الخصائص او الامكانات تبعت الـ IP version 4 لـ OSPF version 2. virtual links احنا بنعرفها، الـ address summarization per area و per process،
يعني عن طريق الانترفيس بتقدر تعمل سمرايزيشن، وعن طريق كمان البروسيس تفوت اي بي فيرجن 6 راوتر او اس بي اف بروسيس مثلا واحد، بتحكي له ايش السمرايزيشن اللي انا بدي اعمله، ستاب اريا كونفيج، فانت بتعرف انه فينا ستاب اريا، يعني هاي الاريا ما في لها مخرج غير مخرج واحد، فعشان هيك انا ما بقدر اسالها، فعشان هيك بعملها ستاب. النوت سو ستابي اريا هي تقريبا نفس الستاب، لكن بقدر احصل منها على على لينك ستيت ادفرتايزمنت تايب 8 او اس بي اف نتورك تايب اند انترفيس كونفيج. فانتم بتتذكروا انه في عندنا مجموعه من الانواع للانترفيس بالاو اس بي اف، نن براودكاست براودكاست او نن براودكاست مالتيبل اكسس، كمان في عندك راوتر برايورتي، هاي عشان ديزيجنيتد راوتر، اذا متذكرين لازم يكون في عندك ديزيجنيتد راوتر وفي عندك الباك اب ديزيجنيتد راوتر. هاي بالنسبه للخصائص تبعت الاي بي الـ OSPF version 3. بضل عندك هدول طبعا بالنسبة للـ OSPF version 3 link state advertisement، هدول كلهم راح يلخبطوك على الآخر، لكن بهموك ليش؟ علشان إذا مثلا عملت configuration ل مثلا عملت redistribution إعادة توزيع routes من مثلا RIP next generation للـ OSPF، فانت مثلا ممكن بهاي الحالة تبحث عن ايش؟ عن external link state advertisement. فعلشان هيك انت ما بهمك اصلا تحفظهم او تعرف ايش معنيهم، بهمك انك لما تيجي تحكي له show IP version 6 route OSPF database، تشوف انه في عندك external link state advertisement type 5، تمام. بس بهمك انك تشوف عند الراوتر كمان انه لينك ستيت ادفرتايزمنت كل الراوترز يكون موجود عندك لهم لينك ستيت ادفرتايزمنت، معناته انت كلياتهم معك يعني شبكين معك، وبينك وبينهم عملية نيبرينج بينك وبين الراوترات، وبالاضافة الى انه انت كمان تتبادل معهم البيانات. النتورك بتحدد يعني النتورك خاصة بكل الاريا وبشترك فيها كل الراوترز مع بعض، يعني مجرد انك تفهمهم وتشوفهم بداتابيس تبعت الـ OSPF، هذا هو كل المطلوب منك. اما اذا بدك تدخل تتعمق فيهم فبنصحك تبحث على الانترنت. شكل استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.